أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق فاركو اتعادل مع فريق سيراميكا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبكده بيرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 25 محتلاً المركز 9، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 13 وبيستمر في المركز 16. محمد بسام حارس مرمى سيراميكا حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو واللي جمعتهم على استاد المقاولون العرب، وده بعد ما نجح في التصدي لركلات جزاء بالوقت القاتل لصالح فاركو. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمباراة الإسماعيلي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز. بدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية عقبها تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع جهازه الفني على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة الإسماعيلي. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر بيان بقائمة الأندية التي لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية الكاس، وده من بينهم نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، وده لمدة 3 فقرات بداية من يوم 24 إبريل الجاري وحتى سداد غرامة اللاعب. مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر قرر تعيين الكابتن إمام محمدين رئيساً لقطاع الناشئين للنادي، وكمان محمدين قال إنه بيمتلك سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة جعلته أحد أفضل المسؤولين عن اكتشاف المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأبرز نجومها خلال السنوات الأخيرة. فريق برشلونة فاز على فريق فالنسيا بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الأسباني، وبالنتيجة دي بيحتل فريق برشلونة المركز 2 في جدول ترتيب الدوري الأسباني في الموسم ده برصيد 73 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز 8 برصيد 47 نقطة. المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد توج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر إبريل الجاري، والمقدمة من رابطة الدوري الإسباني. كده خلصت نشرتنا الرياضية.